رايحين رحلة هايكنج صوب الجبل إن شاء الله مدينة بتئان. صباح الخير يا متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم. الحين طالع من البي جي سي رايح الى مدينة بتئان، رايحين رحلة هايكنج صوب الجبل ان شاء الله. طبعا المسافة من هنا لبتئان 127 كيلو، ناخذ في الطريق ساعتين وسبعة وعشرين دقيقة تقريبا. وصلنا هني مكان نستريح فيه 10 دقائق، وبعد 10 دقائق نكمل المسير ان شاء الله.
حطينا الجنط كلها على الحصان. بس ما شاء الله الجو حلو، بس الطريق متعب شويه، في شوك وفيها حشرات. الحين عند بيت الجبل وسط الغابات، والناس هذول السكان الاصليين للجبل يسموهم ليتا، وذو بشره سمراء، ويعتمدوا على صيد الطيور والخنازير البريه والمياه طبعا من الامطار، وهم ناس بسيطين ومعروفين بالكرم. جينا مع نهار ريار طيب ونشرب معه كوفي. ثانك يو. بس عمار قاعد يسوي شاي على حطب. الرايحة الحالة تذكرك بالديرة، تذكرك شبة النار في الليل. وصلنا الحين لموقع التخييم، وحين نجهز خيامنا عشان بات ليلة للصباح إن شاء الله في جبال غابات بتئان. والمسافة اللي مشيناها 4 ساعات. هذا ياسر، شو هو داخل الخيمة؟ ياسر على الباد يلعب. شكرا. For the chicken? Yeah. سمعنا صوت عند الخيم، طلعنا شفنا كلاب شكلها شام ريحة الأكل وجاي يعني عندنا. ما شاء الله معنا أمطار خفيف الحين الساعة 1 بالليل. بعد ما لمينا خيامنا وفطرنا خلاص الحين راجعين. ها
السلام عليكم. هاي جود مورنينج. هاو ار يو؟ اوكي. هذه الحصان اللي جبناه، هذه اصحاب الحصان. That's what I learned. You want? غيرنا الحصان الحين خلاص. بنتحرك بعد شوية. ياسر فوق الحصان. هذا الشباب ما قصروا. تحركنا وفي صعدة الحين بتجينا ثانية بعد. لأنه وصل عند السيارة. Hello. Good morning. How are you? Fine. Hello. Hello. Good morning. Good morning. وصلنا الحين إلى النقطة اللي بدينا فيها. هذه الجبال اللي مرينا عليها أول شيء. Hello. هذه الجبال اللي مرينا عليها. أجواء واردة فوق ما شاء الله، يعني المكان وايد حلو. استمتعنا بالرحلة كثير. Hi, how are you? بعد ما تخلص من الهايكنج يحتاج لك تحجز لك يوم في منتجع فيستا تالا بحيث تريح جسمك. طبعا هاي المكان جميل وايد ومطلع على فيو حلو. سعر الغرفة هذه 8900 بيزو. شوف الاطلالة كيف جالسة برا. هذا الفيو هني. جنب الحوض مسويين بعد جلسات. طلب عصير في الليل يعني مكان. هي البلياردة. بلياردة. في بلياردة محطينه بعد نفس محطين عليه. هاي الجلسات نفس الشيء محطينه قدام الحوض. قدام الحوض. Thank you.
صباح الخير عليكم جميعا. خلصنا الحين طالعين الساعة 8 الصباح راجعين الى مانيلا ان شاء الله. ان شاء الله عجبكم فيديو. تحياتي لكم. السلام عليكم الشباب. ابو العمار تضيفوا القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.